إذا حصل هجوم على أحد الغربان ماذا يحدث؟ هنا ما يسمى بمحاكمة أو محكمة الغربان. إذا حدث هجوم على أحد طيور الغربان، فالغربان بتجتمع بإصدار صوت معين ويبدأوا يلتفوا حوالين هذا الفرد، فإذا كان مصاب بيحاولوا إن هم يبعدوه في جنب، وبعد كده بتدور تفاهمات صوتية بين الغربان، بتجتمع كل أسرة الغربان أو المجتمع الغربان في المنطقة دي 100 غراب 200 300، بيجتمعوا بيعلموا من خلال هذا النعيق المعين الذي يصدره أن هناك قتل أو اعتداء حدث على أحد أفراد مجتمعهم. يبدأوا بعد ذلك في البحث عن مصدر الخطر. الخطر ده جاء منين؟ جاء من صقر، جاء من ثعلب، جاء من أي حيوان أو طائر جارح، ويبدأوا بالتوجه نحو هذا الطائر أو الحيوان الذي هاجم أحد الغربان، ويبدأوا بمطاردته، فإما يقتلوه وإما أنهم يضطروه إلى الفرار من هذا المكان. إذا ازداد الخطر في هذا المكان فإنهم يتركوه ويرحلوا بتفاهم معين بينهم. إذا وجد الغربان أحد أفرادهم ميت فإنهم يلتفون حوله ويصدرون أصوات، فيجتمع إليهم جميع مجتمع الغربان في هذه المنطقة، ويقيمون ما يسمى بالنحيب أو الأصوات اللي بيصدروها حوله، وكأنهم يعملون له جنازة أو مأتم، ويصدرون هذه الأصوات المزعجة في غالبها حتى يجتمع كل الغربان ويعلموا أن هناك خطرا قائما. بالرغم من الغربان بتمتاز بالذكاء وبتحفظ الأشياء اللي هي الأكل والأشياء بتاعتها بتدفنها في الأرض، إلا أنها بها صفة ذميمة، وهي صفة أنها عندها احتيال وسرقة. فقد يرى الغراب غرابا آخر يدفن شيء، ثم بعد أن ينصرف ذاك الغراب الذي دفن الشيء يأتي الذي كان يراقبه فيستخرج الأكل والطعام الذي دفنه ويسرقه. أيضا يمتاز الغراب بالحيلة، مع ذكائه يستخدم ذكائه في حيلة ومكر، فإنه يذهب إلى أعشاش الطيور الأخرى، يركض بجانب الصغار وكأنه يقلد أبوهم وأمهم، يعني نوع تاني من الطيور، هو بيروح لهم يفضل رايح جاي على العش بتاعهم، وفي الآخر يبدأ يخطف الصغار الطيور الأخرى ويأكلها أو يجعلها طعام لصغاره. فالغراب فيه خصلتين اللي هما الذكاء يستخدمه في الحيلة والمكر والسرقة والانقضاض على أعدائه، فهو لا يهاجم مباشرة ولكن يراقب لفترة، ثم يدخل عش الطائر الآخر ثم يخطف أصغاره أو البيض بتاع الطيور الأخرى ليتغذى عليه أو يجعلها غذاء لأبنائه من الغربان.